بالشغف والحب لعملها الذي ورثته من والدها، أثبتت أن المرأة ليست حبيسة للأعمال المنزلية فقط. ميسون ذات 36 عاماً عزباء تلقب بأم رضا لتعلقها بابن أخيها، تحمل شهادتين جامعيتين، إلا أنها لم تنخرط في مجال العمل الحكومي لتختار العمل الحر في مجال السيارات بعد أن دخلت شريكة مع أحدهم لاستمرار عمل ورشته التي كان قد قرر بيعها قبل أن تدخلها ميسون وتعيد حركة العمل فيها من جديد. أخذت هاي المهنة من والدي الله يرحمه من عمري 14 سنة. حبيت هاي المهنة أكثر ما حبيت، يعني شو تقولين، يعني تعلقت بهاي المهنة حيل حبيتها. مثلا بديت أصلح السيارة اليابانية، جفت محركة يعني بيدي أفصخ وأجفت بيدي. بعدها تحولت إنه عرفت على السيارات الأمريكية، السيارات الأمريكية أنحس السيارات وأصعب. بديت هم إنه أعرف لها الحساسات، المجاول، العقل، لأن السيارات الأمريكية عبارة عن كهربائيات يعني مو سهلة. زين، فبديت السيارة الأمريكية والكوري والألماني والياباني بالسيارات اللي أصلح. تحلم ميسون في فتح ورشة خاصة بها، هذا الحلم الذي عملت لأجله طويلا، لكنها لم تحظى بالدعم لتفتتح مشروعها الذي تنوي من خلاله أن تضم النساء اللواتي يعملن بنفس هذا المجال، متحدية بذلك جميع العادات والتقاليد التي تقيد من نشاط المرأة ودورها في المجتمع العراقي. أحتاج يعني دعم للمشروع للتطوير أكثر، لأن بيه شغلات هواي نواقص هواي. نعم. يعني أنت مفكرة أنه تفتحين مشروعك الخاص؟ والله يا ريت يعني أنه مشروع خاص وتقود كادر نسائي هم للتصليح. يعني عندي كادر، أكو كادر نسائي يكيفون أنه يصلحون سيارات. يعني أبسط الأشياء، أنا وقفتي على بنية وياي اختصاصها صدر سيارات كالحالة، أنا هم نفس الشيء، هم مثلا صدر السيارات أو فتح الفلتر البنزين ولا شغلات هواية بالسيارات. أكو نساء تعرف، بس أكو بيها شلون تقولين تخاف، أو تتخاف من العشائر أو تخاف من المجتمع هذا الحذر. فإن شاء الله أنا ما عندي إن شاء الله مخاوف، هاي اعتبرها شيء حلو يعني إن المرأة تتقدم. وسط مجتمع ذكوريا تسوده النظرة الدونية لأغلب النساء العاملات، أم رضا تكسر القيود وتتحدى الصعاب لتشارك الرجل أصعب المهن وأكثرها جهدا، قائلة أن للمرأة حق العيش كما الرجل في هذه الحياة. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.